قبل ما نروح للفاصل كابتن زكي جاته معلومة الآن. المعلومة تقول إذا مشعل السعيد يحتاج إلى أكثر من 15 يوم أو 15 يوم في العلاج فإذا يوضع حسين عبد الغني في السجن. طيب يوضع حسين عبد الغني في السجن العام إذا لم يتنازل عنه مشعل السعيد، وإذا أقل من 15 يوم يخرج بالكفالة ثم ترفع الأوراق إلى المحكمة وبعدها ينفذ فيه الحكم اللي يصدر عليه. في ناس تجي تقول انت متاكد انه متصلوا بحسين وحسين ما رد عليهم ولا تجاوب؟ ما هي اتصلوا بحسين انت عندك معلومات ولا معلومات شخصية؟ لا 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 معلومات انهم يبحثون عن حسين الان ان احضار حسين. اتصلوا بحسين وما رد عليهم؟ اتصلوا بحسين، اتصلوا بمسؤولين في النصر لاحضار اللاعب. هذا امر انه الان الشرطه مطلوبه ان احضار حسين عبد الغني. ما يخالف الشرطه مطلوب من احضار حسين عبد الغني، هذه بحسب معلوماتك. انا اسال الان، انت وصفت اللاعب الان قبل شوي بانه رجل هارب من القانون. نعم ونفس الشخص اللي ما يخالف معلش، ونفس الشخص اللي ارسل طيب دقيقه، ونفس الشخص اللي ارسل الرساله للكابتن زكي هو رجل امن واكد انه الان في حكم الهارب. طيب تسمح لي اسال سؤال؟ تفضل. طيب انت قلت حسين عبد الغني الان رجل هارب من القانون في حكم الهارب. الله يخليك، خلنا اكمل سؤالي بس ممكن؟ تفضل. انت قلت قبل شوي ان حسين عبد الغني رجل هارب من القانون، انا اسالك الحين، رجل هارب من القانون، انت عندك معلومات انه متصلوا عليهم وما رد عليهم وهرب وما كلمهم، ولا تحليلك الشخصي انه طالما انه ما وصل لهم للحين هو هارب من القانون؟ هذا سؤال. يا سيدي الكريم، يا سيدي الكريم، لو انهم وصلوا لحسين عبد الغني او تواصلوا معه كان حاضر لمركز الشرطه وادلى بافادته في قضيه الشوكه. تحليل شخصي يعني اللي قاعد تقول انت؟ هذا الاجراء. طيب يعني انا لما يصير علي قضيه ويتم اتصال فيه استدعي الى مركز الشرطه للرد على الشوكه المقدمه ضدي. انت عارف ليش انا اسالك ناصر؟ عشان بس اتثبت من كلامك، لانه ممكن احد يقول لك انت ليش ما سالته وناصر وش يقصد. انا بس بتاكد من كلامك. كلام انت مصر ان حسين عبد الغني رجل هارب من القانون. كلامي واضح الان، حسين في حكم الهارب لان عليه قضيه ولم يحضر للرد عليها. فاصل قصير بعده ونعود لبوصله الحديث في البرنامج. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا الأستاذ ناصر الغربي نائب رئيس صحيفة جول أونلاين الإلكترونية الرياضية اللي يؤكد أن حسين عبد الغني هارب عن القانون. بحكم الهارب، أرجع وأقول بحكم الهارب. وكابتن زكي الصالح تعدلت شوية اللي جاء معلومات قانونية. بدأ قلت بحكم الهارب. بحكم الهارب، شوف خلينا نطرح موضوع يمكن تغير وجهة نظرك وتخف الامور. لا لا لا، انت قبل شوي الهارب معلومات استشهد معلومات أستشهد ولا تحليل أستشهد شخصي أستشهد قبل ما اروح مباراه الهلال طول عمره الهلال؟ لا لا هذا احد معلومات ولا تحليل شخصي؟ حتى شخص يعني رجل امن اكد لي معلومات. يا كابتن اسمع سؤالي، والله يمكن يطلع لك مخرج. اسمع سؤالي بس، ما اخطيت، خليني اقول لك شيء. انا لم مخرج محترم تركي، مخرج لما اكون انا غلطان، اذا انا متاكد من المعلومه واثق فيها أقولها بكل شجاعة. وأنت لما يكون عندك معلومة في أي موضوع كائن من كان وعندك مصدر ثقة تقولها بكل أريحية. وممكن نتكلم عن موضوع انتقال محمد نور، تكلمت عن توقيع الهلال مع سعد الحارثي. لما تكون عندك معلومة ومصدرك تثق فيه 100% بتقولها بكل شجاعة بكل وضوح. تشوفه